أعود إليك مرة أخرى، عفوا سيادة اللواء، ولكن دعني أستقبل السيدة منار محمد سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسي. أستاذة منار، أرحب بك على إكسترا نيوز. وعمان مرة على استشهاد البطل الشهيد أحمد منسي، اللي ممكن تقوليه في هذه المناسبة؟ أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك، ويا رب دايما تبقى مصر كلها كده بخير يا رب. والله انا اللي عايزه اقوله من امبارح، ان انا كل ما حد يكلمني اقول له انا مش قادره استوعب اصلا ان دلوقتي عدى سنتين كاملين. عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع كانه لسه تقريبا النهارده او امبارح، مش ما فيش يعني الذكريات المؤلمه والاحزان والاشجان بتعيد نفسها او موجوده، ما راحتش كل يوم. انا كنت ناويه اصلا النهارده يوم زي ده اصحى اقفل تليفوني خالص، واقفل الفيس والحاجات اللي ممكن تفكرني او ممكن بس الحمد لله على كل شيء، مش عشان حاجه والله، عشان بس الواحد فعلا واصل مرحله مش قادر يعني خلاص، يعني الاحزان كفايه الاحزان او اللي في القلب. الحمد لله على كل شيء. حضرتك شايف ان الدوله المصريه كرمت اسم الشهيد احمد منسي، رايك في اهتمام الدوله المصريه بالشهداء، ولاي مدى تهتم الدوله المصريه بالشهداء، باعتبار احمد منسي بالتاكيد او الشهيد احمد منسي هو رمز لكافه الشهداء الذين راحوا فداء لهذا الوطن؟ طبعا الدوله المصريه بتكرم شهدائها وطول عمرها، طبعا عمرها ما نسيت شهدائها. ما فيش اي حاجه ما بتقولش الكلام ده من ايام الحروب ال 73 و67، والجيش طول عمره يعني عنده اخوه بين افراد الجيش اصلا او القوات المسلحه، في ترابط وتآخي وتلاحم، بيقول ان عمرهم دول اخوات، دول بيعيشوا مع بعض يا فندم في الكليه الحربيه اكتر ما بيعيشوا مع اهلهم، فما بينسوش شهدائهم ابدا. الدوله كرمت الشهيد منسي طبعا جدا، وعلت اسمه ودايما فاكراه في كل المناسبات، القوات المسلحه بكافه بقى اطيافها، من اول القاده الكبار لزملائه لحد المجندين الصغيرين، بتخلد اساميهم باطلاق اساميهم على مدارس، على كباري، على انفاق، على منشات، على شوارع. فاكرين في كل مناسبه، في كل عيد، في كل احتفال، في رمضان، في كل الاوقات اللي في الدنيا. انا عايزه اقول لك، لو اقول لحضرتك ان هم حتى في دخول الاولاد المدارس كل سنه او في عيد الشهيد او في اي حاجه بيقسموا نفسهم كضباط حتى، وبييجوا يعني هم بييجوا الاولاد الشهداء المدارس وبيحضروا معاهم، يعني هو بيحاولوا يحسسونا ان باباكم موجود، احنا مكانه او انتوا اولادنا. اخر مثال بقى بتاع امبارح، سياده الرئيس، طبعا الرئيس الانسان بجد اللي هو فعلا بيكبر الخواطر وعمره ما نسي شهداء بلده، وهم هو الشهداء دول كلهم يعتبروا اولاده يعني. هو طبعا كان في المؤسسه العسكريه في يوم من الايام، وعمل دعوه جميله جدا لمعظم اهالي الشهداء وبعض من اهالي الشهداء سواء جيش او شرطه لحضور المباراه بتاعت امبارح. فهو في العيد في الاعياد على طول بيعمل دعوه جميله كده اول يوم العيد، وبيقضي اول يوم العيد صلاه العيد مع اولاد الشهداء وزوجات وامهات الشهداء. فما شاء الله يعني كل دي حاجات بتقول ان احنا على طول في وجدان المصريين كلهم، ما حدش نسينا فعلا، كل واحد بيسعى لتكريمنا بطريقته. أستاذة منار، بالتأكيد في حضور كبير للشهيد أحمد منسي في وجدان الشعب المصري وفي وجدان الدولة المصرية، يعني إيه اللي ممكن تشوفيه أو تقرأيه من هذا الحضور الطاغي للشهيد أحمد منسي؟ يعني الحمد لله، يعني إيه عايزة أقول لحضرتك إن سبحان الله، يعني على طول سيرة أحمد يعني عدى سنتين، وزي ما بقول لحضرتك كده كأن من أول يوم، كأن لسه امبارح تاريخ الاستشهاد، ما زال حزن المصريين عليه في كل وقت وفي كل أدان، وما زال تذكرهم ليه، ما زال كتابتهم عنه، مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بتبين في مباراه مثلا زي بتاعه امبارح او اللي قبليها، على طول لما الاقي ناس رافعين لافتات لاحمد الله يرحمه ولغيره من الشهداء طبعا. في كل حاجه، في كل حاجه في حياتنا اليوميه، مجرد ما بمشي في اي مكان وبيتذكر او بيتعرف ان انا زوجة الشهيد منسي او ان دول اولاده. عايز بقول لحضرتك، عايز اقول لحضرتك الناس بتقوم تقف، الناس بتقوم تقف. فلا في حاجات كتير قوي قوي طبعا، يعني اصحابه بقى اللي هم او زملائه في دفعته او حتى الاكبر منه او الاصغر منه او القاده بتوعه،
كل دي حاجات بتقول ان هو في وجدانهم طبعا، يعني مؤثر جدا في وجدانهم. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا لحد النهارده بقرا عن ناس كتير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي بيحاولوا يتواصلوا معايا او حتى بيكتبوا مجرد افكارهم على صفحاتهم ان هم ولا شافوا ولا عصوا، بس تاثروا بيه جدا جدا. يعني تاثروا بيه وتاثروا وانه غير حياتهم وانه حول حياتهم وانه عمل حاجات كتير جدا بعد ما قروا عنه في حياتهم هم نفعتهم دلوقتي. بما ان حضرتك استاذه منار ارملت احد الرموز او الرمز الاكبر للشهداء في الفتره الاخيره، محتاجين من حضرتك رسائل توجهيها لاسر الشهداء بشكل عام. والله يعني دايما اقول لهم صبروا واحتسبوا وقووا، يعني خلي عندهم قوه طبعا. الفخر اللي سابوه لينا ازواجنا يعني ده يدفع فيه، انك تبقى ماشي رافع راسك في كل مكان ولما بيتذكر اسمك كل الناس بتقوم تقف، ده بيقوي ما بيضعفش. الاحزان هتبقى موجوده طول عمرها، هتفضل في كل وقت. الحزن بيبان اكتر في اوقات الفرحه، مش في اوقات الحزن. يعني كل ما هيبقى عندنا مناسبه فيها فرحه او فيها هنفتكره اكتر من الحزن. بقول لهم ربنا يصبركم، الامهات بالذات بقى يعني بقول لهم ربنا يربط على قلوبكم، والام بالذات بقى كمان. انا كنت بتكلم من يومين وبقول انا لما بشوف ام شهيده انا بكل اللي انا فيه ده انا بحس ان انا جنب مشاعرها وجنب احزانها وجنب كثرتها صفر على الشمال. فربنا يصبرهم وربنا يعني يلحقهم بازواجهم او باي شيء، يعني كل ام بابنها او زوجه بزوجها او ابن بابوه يلحقنا بيهم في الجنه يعني. وكلنا رايحين، كل الحكايه بس بتقول ان في بني ادم عرف يختار نهايه لنفسه ولحياته ما شاء الله، يعني كل الناس تتمناها يعني. طيب ما حزننا الكبير يا استاذ منار، لكن عزائنا الوحيد هو استقرار هذه الدولة، هو الحفاظ على استقرار مصر ومؤسسات الدولة المصرية وكل ذرة رمل في سيناء وفي الدولة المصرية. السيدة منار محمد سليم أو سليم أرملة الشهيد البطل أحمد المنسي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا على إكسترا نيوز.